أهلا أعزائي المشاهدين، حديثنا في هذه الحلقة اعرف إيمانك، وعم نتكلم في المرحلة الأولى عن الإيمان الذي لا يخلص، الإيمان الذي يؤدي إلى الهلاك. وانت ذكرت يعني إلى هذا الوقت ست أنواع من هذا النوع الإيمان، ختمت بالإيمان الميت والإيمان الوقتي والإيمان المصلحجي يعني أو لأجل المنفعة. خلينا في المرحلة السبعة وثمانية. عايز أقول في الإيمان المصلحجي بس آية كده ندخل على الإيمان الرقم سبعة. النبي أشعياء بيقول: لماذا تزنون فضة لغير خبز وتعبكم لغير شبع؟ استمعوا لي استماعا وكلوا الطيب ولتتلذذ بالدسم أنفسكم، أميلوا أذانكم وهلم إلي. هنا في جزئين: ناس بيوزنوا فضة بس مش شبعانين، ناس بيتعبوا بس برضو مش شبعانين. فالشبع مش في الإيمان المصلحة، يا ما أنت جيت لمصلحتك وخدت، يا ما ناس جت مرة واثنين وثلاثة في الكنائس وفي الاجتماعات وعندهم احتياجات وأخذوها من الرب والرب ادالهم والرب استجاب ليهم، زي العشرة البرص اللي شفاهم المسيح. كان عندهم إيمان بالشفاء وأخذوا الشفاء كلهم، لكن كم واحد رجع يبقى ليه علاقة بالمسيح؟ واحد بس وعشرة. فللأسف ناس كتير قوي بتيجي للمسيح محتاجين مصلحتهم بس، لكن للأسف الشديد مش بيكملوا في حياة الإيمان. وده إيمان، والكتاب عبر عنهم أنهم مؤمنين.